مواصفات النصيب ايه؟ يعني مواصفات فارس احلامك ايه يا شيماء؟ يعني طيب ومش كذاب بس عايز حاجه من الدنيا اكتر برضو ابدا يعني اللي بيكذبوا دول بالنسبه لي المهم ان انا بفهمهم يعني انا عندي مشكله. الكذاب ده ضعيف وضعيف يعني جبان بالزبط. وجبان يعني شخصيه ضعيفه فمش راكبه مع اسد خالص بالظبط كده ما ينفعش مع اي حد عموما يعني صفات سيئه يعني ما حدش يعرف يتعامل معاها عموما يعني صح بالذات الراجل الكذاب بتبقى بتقلل قوي من رجولك منه بقى يعني خلاص لو نزل من نظري حد خلاص فعندي بقى دي بقى مشكله كبيره. مريتي بقصه حب قبل كده مثلا وما كملتش او باظت بسبب موضوع الطخ؟ كنت مخطوبه اصلا واحكي لي كده يا شيماء ليه الموضوع باظ؟ لا بصي كنت مديه ثقه بقى جامده جدا وبعدين اكتشفت ان الثقه دي مش في محلها. كنتي مخطوبه وانتي مليانه كده ولا كنتي ارفع؟ لا كنت بس ارفع مش قوي يعني بس ارفع سنه يعني بس كان قبل بقى موضوع التمثيل ده يعني انا الخطوبه اتفسخت جه موضوع المسرحيه ده بتاع صحابي دخلت التمثيل. اتفسخت ليه؟ ما انا بقولك لان اكتشفت ان الثقه مش في محلها يعني خيانه بقى وحاجات كده مش لطيفه بس طب وايه علاقه تخنك بالموضوع؟ لا ملوش اي علاقه ملوش خالص. علاقه لا خالص. يعني الموضوع ما كانش ليه علاقه بموضوع التخن خالص خالص خالص, خالص. طب قولي